الجواز مش زي البطيخة زي ما الناس بتقول، يعني مش انت بحظك. في فترة التعارف وفترة الخطوبة بيكون في علامات وإشارات بتدل على إن هذا الشخص لا يصلح إنك تعيشي معاه حياة كريمة طبيعية. وهدخل في الموضوع على طول وهبدأ بأسوأ نوع من أنواع الرجال، وهو الرجل الشديد العصبية، الراجل اللي أقل شيء ممكن يستفزه ويخليه يغضب. هذا النوع من الرجال ما بيحسش بنفسه لما بيغضب، فممكن يمد إيده عليكي، ده طبعا غير الشتايم والإهانة. هتبقي ماشية على قشر بيض معاه، خايفة تقولي أي كلمة أو تعملي أي حاجة تستفزه. ده غير إن الزواج منه ممكن يؤدي الكارثة، ممكن يوصل للقتل أو إحداث عاهة، لأن العصبية الشديدة لازم بيجي معاها صفة تانية وهي صفة العنف. العصبية الشديدة علامة أكيدة من علامات الشخصية المريضة، سواء كانت هذه الصفة في الراجل أو في الست. بتسمى هذه النوعية من الشخصيات بالشخصية العدائية الأنتي سوشيال، اللي عملنا عليها حلقة قبل كده. النوع التاني من الرجال هو الراجل الكذاب. معظم الناس ممكن يكذبوا لو اضطروا لكده، لكن الكذاب بيكذب سواء اضطر لكده أو ما اضطرش. الكذب عنده هواية ومتعة، ما ينفعش يعدي يوم إلا ما يكذب له كذبة كده على الماشي، يكذب كما يتنفس زي ما بيقولوا. ما تفتكريش إن المشكلة بس إنك هتعيشي مع واحد كذاب ومفيش صدق في معظم كلامه، لكن المشكلة إن الكذاب لازم بيكون عنده صفات تانية أسوأ كتير من الكذب. كثرة الكذب صفة من صفات الشخصية العدائية. الكذاب بيكون عنده ميل كبير للخداع والغش والنصب والاحتيال، وممكن توصل لأنه يقتل بمكر بدون ما يترك أي أثر. من الآخر كده، كثرة الكذب علامة أكيدة من علامات الشخصية المريضة. ثالث نوع من الرجال هو الراجل الشكاك بزيادة. هذا النوع ممكن أنه يحول حياتك لجحيم، هيبقى مراقب كل تحركاتك. مش بس أنه بيكون شكاك، لكن كمان بيكون قلبه أسود، ما بيسامحش بسهولة أبداً، وبيفضل شايل وما بينساش أقل إساءة، أقل كلمة بياخدها بمحمل شخصي. كمان هتلاقيه بيعشق الانتقاد، يدور لك كده على أي حاجة عشان ينتقدك. ده غير إنه بيبقى عنده ميل إنه يسيطر عليكي ويتحكم فيكي، وبيكون عنيد وفخور برأيه، فاكر نفسه إنه دايما صح، وأي رأي تاني غير رأيه بيكون غلط، فلا رأي يعلو فوق رأيه. عشان كده هذه الشخصية بتسمى جنون العظمة أو الشخصية البارانويا. النوع الرابع من الرجال هو الراجل شديد البخل، اللي هيحسب عليك كوباية المية والأكل اللي بتاكليه، اشتريتي ايه وبكام، ده إذا سمح لك أصلا إنك تشتري. إذا عييتي هو اللي هيعالجك، أو الصيدلي موجود وملوش لازمة تروح للدكتور، أو أنت كويسة وزي الفل وأنت بس بيتهيألك. هذا النوع من الرجال بيكون مصاب باضطراب الشخصية القهرية Obsessive Compulsive. بخله بيكون شيء قهري ناتج عن الخوف الشديد من الفقر. النوع الخامس من الرجال هو الراجل النرجسي. الراجل النرجسي مشكلته مش إنه حاسس بنفسه زيادة عن اللزوم، لكن المشكلة الحقيقية إنه مش هيبقى شايفك خالص، أنت فقط لخدمته، احتياجاته وطلباته هي الأهم دايماً. بيبقى قمة في الأنانية، أنا وبعض الطوفان، ويا ويلك لو ما حسيتيش بقيمته أو قللتي منه، هيفضل شايلهالك طول عمره. النوع السادس من الرجال هو الراجل اللي مشاعر متقلبة. النهاردة مزاجه كويس، بكرة مزاجه وحش كده وبدون سبب. النهاردة بيعاملك كويس، بكرة تلاقيه قلب عليكي بدون سبب. يظهر لك حب جديد وغرام، وبعد فترة يكرهك وما يبقاش طايق يسمع صوتك كده من غير ما تعملي له حاجة. عدم استقرار المشاعر علامة أكيدة من علامات مرض الشخصية. المشكلة إن عدم استقرار المشاعر هتلاقيه بيصحبه حاجات تانية مدمرة، لأن هذه النوعية من الشخصيات بيكون عرضة لتعاطي المخدرات والخمور، وبيكون عرضة للأمراض النفسية زي القلق والاكتئاب، وممكن يوصل للانتحار. هذا الرجل بيعاني في حياته بشدة، وده أكيد هيأثر على اللي هترتبط بيه.
النوع السابع من الرجال هو الراجل البارد قوي، بيكون هادي وكلامه قليل بزيادة، هدوءه مش بسبب خجل لكن بسبب ان ما عندوش رغبة اصلا انه يتفاعل ويعمل حوار وعلاقات مع حد. هذا النوع من الرجال بتلاقيه غير مبالي باي شيء، الدنيا تتشال وتتحط حواليه ولا هو هنا، يعني هيسيبك تشيل الشيلة لوحدك. العلاقات الحميمة عنده ملهاش أهمية كبيرة أبدا، ما عندوش أي نوع من أنواع العطاء، هتكوني كأنك عايشة لوحدك بالظبط أو عايشة مع أخوكي. هذا النوع من الأشخاص بيكون مصاب باضطراب الشخصية الفصامية السكيزويد. والنوع الثامن من الرجال هو الراجل الاعتمادي الديبندنت بيرسوناليتي، اللي عايز يعتمد على زوجته وناوي يخليها تشتغل عشان تساعده في المصاريف. انا بعتبر هذا الرجل انصاف رجال، لان دور الراجل الاساسي انه يشتغل وينفق على اسرته بالكتير بقى او بالقليل، لكن انه يتجوزها وهو في نيته انها تساعده فهذا غير مقبول، لان دور الزوجة الاساسي هو الاهتمام بالبيت وتربية الاولاد. اذا قررت انها تشتغل وتساعده فده تفضل منها وليس اجبار، لان عمل المرأة مع وجود اولاد بالتأكيد بيكون ضغط عليها. والنوع التاسع من الرجال هو الرجل متعدد العلاقات النسائية، واللي عامل دون جوان وكل يوم مع واحدة شكل، يعني اللي عينه زيغة. هذا الرجل بالتأكيد لن تشعري بالامان والاستقرار معاه. لو حسيتي ان عينه زيغة وانتم لسه مخطوبين فلا تتوقعي ان ينصلح حاله بعد الزواج، بالعكس الزواج وخاصة بعد فترة طويلة بيحصل فيه حالة من الملل، وخاصة عند الراجل لو ان عينه زيغة فأقرب فرصة هيبص لغيرك. النوع العاشر والاخير من الرجال هو اللي بتلاقيه بيلبس لبس غريب عن بقية الناس، حاجات مزركشة كده وبرانيت مثلا مش روشنة، لكن كمان بيكون مع اللبس الغريب علامات تانية، زي ان يكون له كلام غريب، تعبيرات غريبة، وافكار وتصرفات غريبة مختلفة عن الناس. ده تخافي منه لانه انذار بان الشخصية دي غير سوية. هذا النوع من الشخصيات بيكون مصاب باضطراب الشخصية الشبه فصامية السكيزوتايبل. اتمنى ان الحلقة تكون افادت كل المقدمات على الزواج، وكذلك اللي اتجوزت بالفعل من احد هذه الشخصيات. مجرد المعرفة انك متزوجة بشخص مريض هيخليك على وعي انك بتتعاملي مع شخص مريض، وبالتالي بيحتاج منك لمعاملة خاصة وكثير من الفهم والصبر والتحمل. اشكركم على المشاهدة والمتابعة.